إذا دابا شفنا كيفاش كندوزو من لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل سي دو إكس ل لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل دون إر دو إكس. غادي نشوفو دابا كومون ديكومبوزي أون فراكسيون راسيونيل سون باسي باغ لا ديكومبوزيسيون سي دو إكس، يعني نقدرو نديرو لها لا ديكومبوزيسيون في إر دو إكس ديريكتومون. باش يمكن لينا نديرو هاد القضية غادي نحتاجو أن تيوغيم، دونك تيوغيم. غادي ناخدو ان نومبر كومبلكس سوا زد ان نومبر كومبلكس نون ريال، دونك كومبلكس ماشي ريال، مثلا اي مثلا واحد زائد اي، يعني تكون لابارتي ايماجينيغ ضروري تكون موجودة. وغادي ناخدو ربعة ديال لي ريال او بي سي دي، او بي سي اي دي كاتخ ريال. عندنا هاد لابليكاسيون هادي AZ plus B égale à CZ plus D. Et dit que t'attends n'importe qui. Et elle est de Z là, qui s'ouvre. Et elle est de Z là, yani A qui s'ouvre C. Elle est de fois là, qui s'ouvre. Elle est de fois là, yani B qui s'ouvre D. Et donc, on va dire la démonstration de l'aide. Mais bien sûr, là, nous, la première chose, on va voir comment on utilise. La démonstration, c'est là, yani fais trois fois, donc je vais te dire. Et donc غادي نطلقوا من هذه او زد بلس بي قال سي زد بلس دي، وغادي نحاولوا نوصلوا لهذه ان هنا امبليكاسيون. شنو غادي ندير هنا؟ غادي ناخذ سي زد نديها للطرف الاخر وبي نديها للطرف الاخر ونعمل، تبقى عندي او زد موان سي زد قال دي موان بي، يعني زد عامل ا ناقص سي كتساوي دي موان بي، يعني زد كتساوي هنا غادي نحاول نقسم من قبل خاص تكون هذاك ا كيخالف سي، سي ا اي ديفيرون دو سي باش يمكن لي نقسم، سي ا اي ديفيرون دو سي اون زد تبقى هي دي موان بي على ا موان سي، دي موان بي على ا موان سي. هذا في الاخر شنو هو؟ هذا راه عدد حقيقي حيت هاد ا بي سي دي كلهم اعداد حقيقيه، دي موان بي حتى هو، ا موان سي حتى هو، الخارج ديالهم حتى هو غادي يكون عدد حقيقي، لان هذا راه ان ريال. اذا ا كيخالف سي عطاتني بلي زد ان ريال، ما حنا كنعرفو بلي زد راه ماشي ان ريال، اذا هاد الشيء هذا ابسورد، دونك داكشي اللي انطلقنا منه غلط. ا كيخالف سي غلط، اذا ا كيساوي سي، دونك ا ايكوال سي. صافي دابا نمشيو نرجعو نعوضو، فين غادي نرجعو نعوضو؟ هنا نرجعو لهادي ونعوضو ا بسي، تبقى عندي زد فوا زيرو قال دي موان بي اللي كتعطيني بلي دي ايكال بي. نلاحظو بلي بينا بلي ا كيساوي سي وبينا بلي بي كيساوي دي، وهادشي اللي باغي نبينو. نعطيو مثال في هاد القضية هادي، مثلا عندي مثلا ا في واحد زائد اي مثلا زائد ثلاثة كتساوي زائد بي كتساوي مثلا سي في واحد زائد اي زائد دي. يمكن لي هنا ندير ليدونتيفيكاسيون، هاد ا كيساوي سي، نديرو مثلا نديرو واحد زائد اي واحد زائد اي زائد زائد واحد. فهنايا العدد اللي مضروب في واحد زائد اي هو واحد، في الجهة الاخرى هو ا، يعني يمكن لي نقول بلي ا كيساوي واحد. اللي مضروب في والو هنا بي، اللي مضروب في والو هنا واحد، دونك بي حتى هو كيساوي واحد. في حال هكا غنبقاو نستعملو هاد القضية هادي في لا ديكومبوزيسيون. دونك غادي نخدمو جوج ديال الامثلة. دونك المثال الاول هما جوج الامثلة اللي خدمنا قبل بالطريقة الاولى. غادي ناخدو هاد لا فراكسيون هادي اف دو اكس قال ان اكس لو بويسونس دو بلس ان فوا اكس لو بويسونس دو بلس اكس بلس ان. هنا غادي نطبقو لو تيوغيم دو لا ديكومبوزيسيون دون ار دو اكس مباشرة. هنا فاش كنبغي نطبق هاد القضية هادي خصني نرد البال، مخاصنيش نمشي نعمل في سي دو اكس، هذا ان اليمون ايغريدكتيبل في ار، حتى هذا ان اليمون ريدكتيبل في ار، اذا ما كاينلاش نمشي نعمل العمل تاع داتا اكس مو اي في اكس بلس اي، ما عندي ما ندير بهادي.
حتى هذه العمل تعطيني اكس موان جي في اكس موان جي بار، ما عندي ما ندير بها. بالنسبه ليا هادو سون دي زيليمون ايريدكتيبل، دونك نخليها فحال هكا، نمشي مباشره نطبق لو تيوغيم دو لا دي كومبوزيسيون اون اليمون سامبل. اذا شنو يبقى عندي اف دو اكس؟ شنو كيساوي؟ كناخذ لو بروميير اليمون اللي هو اكس كاري بلس 1، ها هو اكس كاري بلس 1. شنو هي لا بويسونس ديالو هنا في المقام؟ هي واحد. اذا ما غاديش نزيد نكمل هنايا ونبقى غادي نكبر في لا بويسونس، كنوقف صافي، كنوقف هنايا بلس. ندوزو ليليمون سامبل ولا لو دوزيام اليمون، عندنا اكس كاري بلس اكس بلس ا، كنوقف حيت هنا عندي اس واحد. الفوق شنو غادي ندير؟ غادي ندير دي بولينوم دو دوغري ا، غنسميه مثلا هذا ا اكس بلس بي وهذا سي اكس بلس دي، صافي. من بعد خاصني نقلب دابا على ا بي سي اي دي. هنا غادي نتعامل بنفس الطريقه اللي كنت كنتعامل بها في سي دو اكس. يعني شنو؟ مثلا فاش كيكون عندي واحد على اكس ناقص واحد مثلا، ولا ان كوفيسيون مثلا ا على اكس ناقص واحد، مي ما كاينش عندي ب على اكس ناقص واحد اس اثنان، ما عنديش هادي. هذا شنو تندير ليه؟ الطريقه اللي كنخدم بها، كنضرب في اكس ناقص واحد بوغ اكس ايكال ا، وكنحدد ا. ولكن الا كان عندي ب على اكس ناقص واحد اس اثنان، تنمشي نحدد ب هو الاول، ما يمكنش لي نحدد ا لانه غنطيح في زيرو في المقام. نفس التقنيات، غير هو هنا في بلاصه اكس ناقص واحد يولي عندي ان بولينوم دو دوغري 2، اكس كاري بلس ا اكس بلس ب مثلا. وفي بلاصه هادي يولي عندي اكس كاري بلس ا اكس بلس ب ا لو بويسونس 2. يعني نفس لو برينسيپ، الى عندي ا على هاد لو بولينوم دو دوغري 2 بلس ب على هاد لو بولينوم دو دوغري 2 او كاري، خاصني نبدا ب ب هو الاول، حيت الى بديت ب ا غنطيح في زيرو في المقام. يعني نفس لي تكنيك، مع الاختلاف في هاد الجزئيات اللي غادي نشوفو دابا في الطريقه ديال الخدمه. من بعد نبداو بهذا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ اف دو اكس ونضربها في هذا تو سامبلومون. دونك اف دو اكس فوا اكس على بويسونس 2 بلس ا كتساوي، غادي نخدم على لا فراكسيون بواحد، على هاد لا دي كومبوزيسيون تيوريك بوحدها، ونخدم على هادي كيف ما يعني في سي دو اكس. شنو غيبقى عندي؟ غتبقى ا اكس بلس بي بلس سي اكس بلس دي فوا اكس كاري بلس 1 على اكس على بويسونس 2 بلس اكس بلس 1، بحال هكا. غادي نحسب هادشي هذا بوغ اكس ايكالا هاد لو بولينوم دو دوغري 2 عندو جوج لي راسين كومبلكس، غادي ناخد وحده فيهم، كاينه اي وكاينه موان اي. غادي ناخد اي ولا موان اي، انا ما عنديش المشكل، غادي ناخد مثلا اي. دونك غادي نحسب هادشي هذا بوغ اكس ايكالا اي. يعني عندي لو شوا هنا، حيت سابقا في لي بول سامبل في سي دو اكس كتكون عندي غير راسين وحده، هنا في ار كاينين جوج لي راسين، حيت عندي ان بولينوم دو دوغري 2 دونك نختار واحد فيهم. نعوض، تبقى عندي ا اي بلس بي بلس، هنا الى عوضت هادي تعطيني زيرو، دونك تبقى لي زيرو، دونك صافي تبقى لي ا اي بلس بي. غادي نمشي نحسبها من لا فراكسيون اف، من هاد ليكسبرسيون الاولى. شنو كتساوي من جهه اخرى؟ كتساوي واحد على اكس على بويسونس 2 بلس اكس بلس 1 بوغ اكس ايكالا اي. نعود، تبقى عندي واحد على اي اس اثنان هي ناقص واحد، ناقص واحد زائد واحد، دونك واحد على اي. واحد على اي شنو هي؟ هي ناقص اي، نضرب في اي الفوق والتحت تبقى لي ناقص اي. يعني بحال ضربت في المرافق ديال اي اللي هو نفسه اللي هو ناقص اي، صافي غتعطيني هادي. اذا نشوفوا معايا دابا هادي ا اي زائد بي كتساوي ناقص اي. دابا جا الدور ديال هاد لو تيوغيم، شوفوا معايا مزيان. ا اي زائد بي كتساوي ناقص اي، هاد ناقص اي غنقادها هي ناقص واحد في اي زائد زيرو. اذا اللي مضروب في اي هنايا هو نفس اللي مضروب في اي هنا، اللي مضروب في والو هنايا هو نفس اللي مضروب في والو هنا. اذا هادي دابخي لو تيوغيم شنو كتعطيني؟ كتعطيني بلي ا كيساوي ناقص واحد، وكتعطيني بلي ب كيساوي زيرو. اذا ندوزو دابا لو دوزيام اليمون سامبل بنفس الطريقه.
غادي ناخدو اف دو اكس، وهاد المرة غادي نضربوها في اكس دو بلس اكس بلس ان، حيتاش انا محتاج سي اكس بلس دي اللي تحت منها كاين هذا. وغادي نحسب هادشي هذا بوغ اكس ايكالا اون غاسين ديال هادي، عندها جوج غناخد واحد، كاين جي و جي بار، انا غادي ناخد جي. هادي يمكن لي مباشرة نكتب بلي كتساوي سي اكس، شنو كتساوي الى حسبناها؟ هي سي اكس نعوضها بجي بلس بي. يعني سوا ديرو نتوما هاد القضية اللي درت هنايا، يعني تمشيو تعوضو تبينو هادشي هذا، مي في الاخر عطيتكم هادي، عطيتكم هاد سي اكس بلس دي بو اكس ايكالا جي، نعوضو اكس بجي هي سي جي بلس بي. بغيتو ديرو هاد الخطوة هادي ديروها ماشي مشكل. ومن جهة أخرى يعني من الإكسبرسيون الأولى ديال لا فراكسيون تعطيني واحد على إكس على بويسونس دو بلس أن بوغ إكس إيكال جي، اللي هي واحد على جي كاري بلس أن، و جي كاري بلس أن كنعرفو أنها كتساوي موان جي، دونك واحد على موان جي. خاصني ضروري نحيد جي من المقام. هنا كيجي الدور ديال الحساب، تعرفو بلي علاش كنا كنهضرو على هذوك الحسابات اللي كنا كنديروهم زايدين مهمين بزاف، حيت دابا باش يمكن لي ندير هاد ليدونتيفيكاسيون من هاد لو تيوغيم اللي شفنا، خصني ضروري يكون عندي ان نور كومبلكس في البسط ماشي في المقام. دونك شنو غادي ندير باش نحيد جي من المقام؟ هنا غادي نضرب في المرافق، المرافق ديالو هو جي بار، ياك تولي عندي جي بار على ناقص نطلع الفوق جي بار على جي على لو موديل ديال جي، لا لو موديل دو جي. لو موديل دو جي شنو هو؟ هو واحد، دونك تبقى ليا موان جي بار، يعني موان جي كاري موان جي على بويسونس دو. واخا ناخدو دابا هاديك ليغاليتي سي جي بلوس بي قالا موان جي كاري، واش يمكن لي نستعمل هنا هداك لو تيوغيم؟ ميمكنش لي، حيت خاصني هادشي اللي في الطرف الآخر يكون مكتوب على شكل شي حاجة في جي زائد شي حاجة أخرى، باش يمكن لي ندير هاد ليدونتيفيكاسيون هادي. داكشي اللي مضروب في الجي هنا هو داكشي اللي مضروب في الجي هنا، اللي مضروب في والو هنا هو اللي مضروب في والو. كيفاش غنحيد هاد جي كاري هادي؟ من هاديك العلاقة واحد زائد جي زائد جي كاري. هنا راه مزيان فين تعاملنا مع هاد لو نومبر جي، لأنه كان بإمكاني ناخد لكم أمثلة بسيطة اللي فيها دي نومبر كومبلكس عاديين، وغتصادفو مع هادشي في التمارين. يعني كتخدم بشكل عادي، إلا عندك أن نومبر كومبلكس عادي راه مكاينش المشكل، واحد زائد اي ولا اي ولا بحال هكا ماشي مشكل. غير هو هاد جي هذا مهم بزاف، راه بعض المرات كيتحط في التمارين والاغلبيه تلقى صعوبات في الحساب مع هاد جي هذا. اذا شنو كتساوي موان جي من هاد العلاقه هادي؟ واحد زائد جي كاري ايكال زيرو، دونك موان جي كاري كتساوي واحد زائد جي، واحد زائد جي. اذا كتبناه على شكل شي حاجه في جي زائد شي حاجه، بطريقه اخرى هو واحد في جي زائد واحد. اذا شنو كيعطينا هادشي؟ شنو نضرب في الجي هنا هو سي، شنو نضرب في الجي في الطرف الاخر هو واحد، من جهه اخرى بي كيساوي واحد. دونك لقينا شنو كيساوي سي، لقينا شنو كيساوي بي، صافي دابا لقينا لا ديكومبوزيسيون في ار دو اكس مباشره. غادي ناخذ مثال ثاني اف دو اكس، الهدف هو انه في هاد لي فيديو كاملين تقريبا دزنا على جميع الحالات الممكنه، جميع الحالات اللي ممكن تصادف معهم في لا ديكومبوزيسيون اون ليمون سامبل. الوغ اف دو اكس ايكال ا اكس كاري بلس ا اكس كاري بلس اكس بلس ا لبويسونس دو. غادي نخدمو هادي هنايا زدت اس اثنان، هذا هو المثال الثاني اللي كنا خدمناه اللي كانوا فيه بزاف ديال لي كالكول. الو هنا دابخي لو تيوغيم غادي نطبقو لو تيوغيم مباشرة في ار دو اكس. الو ان ا اكس بلس بي على اكس كاري بلس ان بلس، دابا غندوزو لهاد ليليمون التاني، هنا عندي اس اثنان، اذا خاصني نكتب هداك لو بولينوم بوحدو وهداك لو بولينوم اس اثنان. كون كانت اس ثلاثة غنزيد بلس كيلكو شوز على اكس كاري بلس اكس بلس ان اس ثلاثة، مي عندنا اس اثنان غنوقف. هنا غادي ندير سي اكس بلس دي، وهنا غادي ندير مثلا او اكس بلس اش، افيك هاد ا بي سي دي او اي اش هادو
دي غيال أداة حقيقية. ألوغ بالنسبة ل أو بي، بالنسبة ل أو بي هادو ساهلين ياك الطريقة العادية. شنو كيساوي؟ غادي ناخد اف دو اكس نضربها في اكس على بيسونس دو بلوس ان بوغ اكس ايكالا اي، اون راسين ديال هادي تعطيني شنو؟ تعطيني مباشرة بلا ما نديرو هادوك الحسابات، كناخد هداك الشي اللي فوق من اكس كاري بلوس ان وكنعوض فيه اكس بلا راسين، تبقى ليا ا اي بلوس بي، هادي مباشرة. ثم كنمشي ناخدها من هاد هاد لا فراكسيون هادي، تبقى واحد على نكتبها مباشرة x كاري بلس x بلس 1 او كاري بور x يقال اي، تعني اي كاري بلس اي بلس 1 لو تو على بويسونس 2 هي دونك اي كاري هي واحد ناقص واحد زائد واحد هي زيرو، اي دونك تبقى واحد، دونك واحد. الوغ شنو غادي ندير دابا؟ ا اي بلس بي كتساوي واحد، واحد شنو هو؟ هو زيرو في اي زائد واحد، اذا عيطيني هاد الشي هذا أ كيساوي زيرو، ب كيساوي واحد، لي مضروب في إي، لي مضروب في إي، أ كيساوي زيرو، لي مضروب في والو واحد، لي مضروب في والو ب. ندوزو دابا لهاد التانية، هنا كاين المشكل، باش خاصني نبدا واش بس إكس بلوس دي ولا أو إكس بلوس أش؟ خاصني نبدا ب أو إكس بلوس أش، حيتاش هاد إكس كاري بلوس إكس بلوس أن في لي كاينة تحت من سي إكس بلوس دي. الى درت لا ملتيبليكاسيون في اف دو اكس غتبقى ليا زيرو في المقام هنايا، نفس المشكل اللي كان كيطرح لينا في اف دو اكس في سي دو اكس. اللي نبداو ب اكس بلس اش، يعني غادي ناخدو اف وغادي نضربوها في هذاك لو بولينوم اكس كاري بلس اكس بلس 1 على بويسونس 2 بور اكس ايكالا اون راسين ديال هادي، ناخدو جي ولا جي بار، ناخدو جي، هادي مباشرة شتعطيني او جي بلس اش. ومن جهة أخرى شنو كتساوي؟ تبقى ليا هي واحد على x على بويسونس دو بلوس 1 بور x إيكال جي، هي واحد على جي با جي كاري بلوس 1، يعني هي واحد على ناقص جي، نضربو جي الفوق و لتحت تبقى عندي موان جي بار يعني موان جي كاري، نفس المشكل موان جي كاري هي واحد زايد جي. دونك ليدونتيفيكاسيون تعطيني او كيساوي لي مضروب في جي هنا هو واحد، ولي مضروب في والو اش كيساوي واحد. الوغ بقى لينا دابا المشكل ديال سي اكس بلس دي، فاش كيبقى لينا يعني اخر حاجة شنو تندير في هاد الحالة هادي؟ تنمشي ناخد اف دو اكس وغنقص منا هاد ليليمون هادا، لا غنقص هادا ونقصو هاد ليليمون هادا، اذا اللي نقصناه هاد البول كان دوبل غيولي سامبل ياك، هاد لابارتي بولير اللي فيها او كاري ما غتبقاش، اذا هذيك الساعه يمكن لي ندير الضرب في اكس كاري بلس اكس بلس 1 ونخدم بالطريقه اللي خدمنا بها في هاد جوج الحالات اللي فاتوا، وغنديروا هاد القضيه هادي هنا ما فيهاش بزاف ديال الخدمه، نسميها اش. دونك اون بوز اش دو اكس ايكالا اف دو اكس موان، غنحيدو هاديك اللي فيها استثنان في المقام، يعني غنحيدو او اكس بلس اش على اكس كاري بلس اكس بلس 1 لو تو على بويسونس 2. الوغ لقينا او و اش، دونك تبقى عندي هنا اكس بلس 1، دونك المقام الموحد نكتبو مباشرة هو اكس كاري بلس 1 في اكس كاري بلس اكس بلس 1 على بويسونس 2، ثم هنا تبقى عندي واحد ناقص x كاري بلس 1، إذا غتبقى عندي موا x على بويسونس 2 سور x على بويسونس 2 بلس 1 فو x على بويسونس 2 بلس x بلس 1 أو كاري. إذا من جهة أخرى شنو كتساوي h دو x؟ يعني نرجعو لدي كومبوزيسيون، غتبقى ليا ax بلس b على x كاري بلس 1 بلس cx بلس d على x كاري بلس x بلس 1. إذا شنو تلاحظو؟ تلاحظو بلي هداك ليليمون اللي كان غيعطيني زيرو في المقام مشى، يعني يمكن لي نخدم بالطريقة العادية باش نحدد سي إكس نحدد سي أو دي. شنو غادي ندير؟ غادي ناخد لا فراكسيون جديدة أش دو إكس نضربها في إكس على بويسونس دو بلوس إكس بلوس 1
جي هذا بوغ اكس ايكال اون راسين جي مثلا. فشنو غتعطيني؟ من جهة غتعطيني سي جي بلوس دي من هنا، ومن جهة أخرى إلا خدمنا بأش بهادي غتبقى ليا موان إكس كاري على إكس كاري بلوس أن بلاتي. عندنا شي مشكل هنايا، نورمالمون فاش خاصني نقص خاصني نديرو بحال الإختزالات، خاص هاد أس إتنين هادي متبقاش. لأن بلاتي شنو درنا هنايا؟ قلنا إف دو إكس غادي نحيدو منها او اكس بلس اش، قلنا او ايكال ا اش ايكال ا. هنا نسيت شي حاجة، نسينا اكس بلس ا هنايا. فعلا انا استغربت لانه نورمالمون خاصو يكون شوية ديال الحساب وخاصو يكون تعميل وخاصو يكون اختزال. هضرنا على القضية قبل. الوغ هنا خاصني نشر هداك الشي، دائما غطيحو مع شوية الحساب هنايا. واحد ناقص، الا نشرنا هادي كتعطيني اكس اس 3 زائد اكس اس 2 زائد اكس زائد 1 على اكس اس 2 زائد 1 في اكس اس 2 زائد اكس زائد 1 اس 2. دونك كتبقى عندي ناقص اكس اس 3 ناقص اكس اس 2 ناقص اكس على اكس كاري بلس 1 فوا اكس كاري بلس اكس بلس 1 او كاري. الخطوة الجاية شنو هي؟ هي انني ناخذ هذا البسط هذا ونعملو ب اكس على بويسونس 2 بلس اكس بلس 1 ونختزل. هاد اس 2 ما خصهاش تبقى تبان، هي اللي خلق لي المشكل. انا القديم اكد منها، يعني شي حاجه مؤكده انه كاين اختزال. الا لقيتي باللي ما كاينش اختزال عرف راسك غلطتي في الحساب. هنا كنديروا نورمالمون القسمه الاوكليديه، لا ديفيزيون اوكليديان، ولكن في هذه الحاله باين شنو غادي ندير. غادي نعمل غير بناقص اكس غير في هذه الحاله هذه. اون جينيرال تنمشي ندير لا ديفيزيون اوكليديان. الا بان ليا التعميل غير بعيني تنديرو، انا بان ليا بعيني التعميل مباشره غادي نديرو، بان ليا بلي غنعمل غير بناقص اكس. غتبقى ليا اكس كاري بلس اكس بلس 1 على اكس كاري بلس 1 فوا اكس كاري بلس اكس بلس 1 لو تو كاري. لاحظوا بلي فعلا كاين الاختزال، تبقى لي في الاخر ناقص اكس على اكس على بويسونس 2 بلس 1 x كاري بلس x بلس 1 صافي. دونك كنقلب على cx، غادي ناخدو h دو x عفوا وغنطبقوها في x كاري بلس x بلس 1 غتعطيني، قلنا غتعطيني cg. نكتبوها هنايا، نكتبو هنا تعطيني ax بلس b. حيدو هادشي هدا على x كاري بلس 1 بلس x بلس 2 على x كاري بلس x بلس 1. إذن h دو x إلا ضربناها في x كاري بلس x بلس 1 اللي هو المقام ديال c و 2 بوغ x إيكال جي، غتعطيني cg بلس 2. من جهة أخرى خدم بهادي، غتبقى ليا موا x على x كاري بلس 1 بوغ x إيكال جي. إذن غتبقى ليا موا g على j à la puissance 2 plus 1 هي موان j، j كاري بلس 1 هي موان j، بقى ليا واحد. دونك cj بلس 2 كتساوي واحد، يعني 0 في j زائد واحد. خاصني نكتب انا على شكل cj بلس 2 باش نمكن لي ندير ليدونتيفيكاسيون لان محتاج. دونك c كتساوي 0 d كتساوي واحد صافي، وكنكونو لقينا لا ديكومبوزيسيون ديالنا في ار دو اكس مباشرة. وكنكونو سالينا الدار ديال لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل اللي جمعنا فيه جميع الحالات اللي ممكن اننا نتصادفو معها في التمارين. اذا الى تبعتي مزيان هاد لي فيديو هادو وحاولتي تخدم بعض الامثله، يعني هادشي كيبغي شويه لونترينمون، فما غاديش تلقى مشكل في لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل، واللي غادي نحتاجوها ضروري فاش نوصلو le calcul d'intégrale pour les fractions, pour les fonctions rationnelles.